مساكم الله بالخير. 23/5 تسجيل من اوكي. في عندي رساله حق اتش تي سي. الرساله هي التالي: الابتلاءات دي والمهم ان ينجح المؤمن في كل ابتلاء. ليه؟ حتى يواجه الحياه صلبا ويواجه الحياه قب ويعلم ان الحياه معبر لا يشغله المعبر عن الغايه. اليوم اتش تي سي قدمت جديدها اتش تي سي يو 12 بلس. لنا حديث عن هذا الجهاز بعد الفطور باذن الله. مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعتكم. الحديث عن اتش تي سي يو 12 بلس بعد الاعلان الرسمي للجهاز. في البدايه تصليح خطا اقراه دائما، يعني طبعا ما اقراه الا عند العرب، اللي هو اتش تي سي تم شرائها من قبل جوجل، وهذا الامر مو صحيح. جوجل اشترت فريق تطوير الكيرنل وتطوير السوفت وير مؤقتا من اتش تي سي، الفريق فقط. واقدمت جوجل على هذه الخطوه لان فريق اتش تي سي هو اقدم فريق اشتغل في عالم اندرويد. يعني اول هاتف اندرويد كان اتش تي سي، اول من طور كيرنلات اندرويد كانت اتش تي سي، اول من حدث النظام بشكل فعلي كان اتش تي سي، اثبت الهواتف قبل سامسونج كانت اتش تي سي، فهي شركه رائده في هذا المجال. جوجل راح تستفيد، هذا اللي خلى جوجل تقدم وتشتري الفريق. في البداية أحسب علي هذه غرور، ما عندي مشكلة. أنا أعرف اتش تي سي قبل لا أكثر من نص مدراءها ونص موظفينها يتعينون فيها. يعني أنا أعرفها من أيام ويندوز موبايل، اشتغلت على أجهزة اتش تي سي من أيام ويندوز موبايل، من 2000 2001 2002 في ذلك الوقت، وأعرف أقوى المطورين سواء كانوا بالشركة بالاسم أو خارج الشركة، وأعرف يعني شنو مطورين اتش تي سي. ولما جوجل اشترت الشركة تم رفس وهرس كل المدراء اللي انا تعاملت معاهم، كان الاحتكاك سيء او سلبي معاهم، يا جماعه تم طردهم، انا كنت اشر عليهم، تم طردهم واحد واحد. اللي بوصله لك اتش تي سي خسرت فريقها القديم للتطوير، ومع خساره فريقها القديم استفادت من انها خسرت المدراء التعبانين. فاتش تي سي عندها ميزه وعيب. جوجل حصلت على فريق اتش تي سي الممتاز وطردت منه اللي مو ممتازين، فجوجل مستفيده 100%. ايضا بوصل لك بان لا تستغرب اذا انت استلمت الجهاز حاليا الاتش تي سي يو 12 بلس ولقيت ان النظام قديم لان الفريق تم نقله، يمكن راح تلقى استعراض عضلات في السوفت وير مع جوجل بيكسل 3 مو مع اتش تي سي يو 12. على هذا لا زلت اقول لك ممكن في تلاميذ موجودين للحين عند اتش تي سي يقدمون شيء، لكن انا متوقع القوه واستعراض العضلات تكون بيكسل 3 لان الفريق هناك. جوجل ما اشترت اتش تي سي الشركه، اشترت فريق التطوير طردت منه جزء. اتش تي سي استفادت وما استفادت على حسب الجزء اللي تم طرده من المدراء فائده، الفريق القديم خسرته، جوجل مستفيده على كل الاصعده. استعراض عضلات النظام راح تشوفه بجوجل بيكسل 3، وعموما واضح اصلا من اندرويد بي مشاركين فيه. راح اعطي المعلومات حسب الهاردوير. بدايه معالج 845، معالج فئه عليا، معتمد محترم، شكرا اتش تي سي. الرام 6 مرحب به، راح يعطي ارقام ممتازه، ما راح ينافس على الخمس الاوائل بسبب تواجد 8 رام، لكن راح يكون اداء ممتاز ثابت ما عليه مشكله. اتش تي سي كان المفروض تتجه دايركت لل 128 ذاكره داخليه يو اف اس 2.1 وما تتجه لل 64 بسبب انه افضل الظروف راح تحصل على 40 جيجا من الذاكره الداخليه، اسوء الظروف راح تحصل على 30 بسبب ان النظام تم فصله مؤخرا، فراح تحتاج ذاكره اعلى. سامسونج تاخذ تقريبا 31 جيجا من الذاكره الداخليه. اتش تي سي اذا قدرت تلعب بهذه الخانه يعني تاخذ 15 جيجا ل 64 مرحب فيه، اذا اخذت اكثر من 15 جيجا من الذاكره الداخليه للنظام غير مرحب بال 64. الجي بي يو ادرينو 630 المتواجد على معالج 845 ايضا اجد ان افضل انواع الجي بي يو، يعني اي جهاز بمعالج 845 المفروض ان الجرافكس ممتاز. مو المفروض، الجرافكس ممتاز. حتى لو لقيت ارقام غير اعلى منه كذبا وبهتانا، 845 المفروض يكون افضل جرافكس 2018 للهواتف. شاشه الجهاز ال سي دي 6 اللي هي ال سي دي HDR راح يسكتني شوية على ما أتأكد. عموما هي مو مرحب فيها، لكن إذا كان HDR مستوى سوني راح أرحب فيها. فهي 6 إنش كواد HD بلس 18:9 غوريلا جلاس 5، عداهم العيب باستثناء أنهم كانوا المفروض يروحون للسوبر أمرلد، المفروض يتنازلون عن كبريائهم يروحون للسوبر أمرلد، لكن بما أنهم قدموا الشاشة هذه راح أعطي فرصة لـ HDR. كاميرات الجهاز ما في شيء ملفت، الكاميرا الخلفية واحدة فيهم زينة اللي هي 12F1.75، يعني هذه زينة. الكاميرا الأمامية يعني أنا ما أدري شو الفكرة بأنك تحط كاميرتين 8+8F2.0، يعني وين الفكرة؟ يعني عندك مستهلك قديم وقلت خلينا نحط اثنين،
يعني انك تقدم واحده ممتازه افضل انك تقدم اثنين. يعني الهبل هذا ما ادري اتش تي سي وين رايحه يعني. اوكي ننتظر هم ننتظر التجربه خير برهان. الجهاز بشريحتين يدعم طبعا LTE Cat 16 للشريحه الاولى ومفروض 2G و3G للشريحه الثانيه. انت مو متاكد يمكن حتى بس 2G للشريحه الثانيه بس خلينا نتاكد. مفروض 3G ترى لان خلاص Cat 16 وتواجد ذاكره الخارجيه مكان السم 2. يعني لو انهم قدموها ترى مفصوله راح تكون نقطه بيعيه لهم لان وضعهم ضعيف في السوق، لكن هم هذه طافتهم. بطاريه الجهاز 3.5 تشيل منها شويه يمكن 80 الى 100. يعني لازلت اشوف انه ما عندي مشكله ويا البطاريه على 6 انش كواد اتش دي بلس تمشيك. ما لا ما راح اعلق على هذا الامر. تمشيك اتش دي سي وسوني تمشيهم البطاريات لانهم يستخدمون انواع خاصه. كوالكوم 3.0 ويدعم 4.0. هو محطوط مع الصندوق 3.0 ظاهر من كرتونهم السابق، لكن النظام نفسه والمعالج يدعم 4.0 ايضا. شاومي لما ازالت منفذ 3.5 للسماعه قالت احنا زدنا البطاريه 150 او 140، احترمتهم. اتش تي سي لما ازالت 3.5 سابقا قالت احنا رفعنا ستاندر الصوت الى 32 هاي ريز اللي سوته ليكو. ترى ليكو اول من بدا بالموضوع هذا وكان لها عذر منطقي لان هي شركه مالتي ميديا. اتش تي سي ما راح اعلق على حد 3.5 لا من جهاز U11 ولا U12. خطوه اتش تي سي ممتازه بسبب قوه المالتي ميديا. بشكل سريع واي فاي بلوتوث جي بي اس والان اف سي ما عليهم كلام. الواي فاي اي بي جي ان اي سي 2.4 5 ودول باند بلوتوث 5.0 والجي بي اس 5 مار مع منظم او 4 مع منظم اي جي بي اس. الان اف سي اللي هو 69 او 68 ايضا عداه العيب او 61 لا عموما اتوقع 69 راح اجيب لكم برقمه. ان اف سي عداه العيب. الذاكره الخارجيه المفروض انها تدعم ال 2 تيرا بايت اذا كانت متواجده اللي هي 400 مالت ساند ديسك اللي موجوده اليوم. المفروض ان الجهاز فيه 2 سبيكر، واحد فوق للرد على المكالمه يكون سبيكر ايضا، واحد تحت يكون سبيكر. فالجهاز المفروض انه بوم ساوند اللي هو 2 سبيكر. افقدوك طبعا ميزه السبيكر الامامي، لكن الجهاز 2 سبيكر. والمفروض ايضا ان الجهاز 3 ميكروفونات او 4 ميكروفونات. اتوقع انه 4 بس ما عندي دليل، فخلني اسوي ابديت. المفروض انه طبعا في الميكروفونات ممتازه اتش تي سي، لكن ايضا خلني اتاكد. الجهاز مقاومه الماء ممتاز، اي بي 6.8 هو المعيار الاصل ثابت مو من الى مثل سوني، فنقطه تحترم. سماكه الجهاز من الخلف من الى يعني من 8.7 الى 9.7. تعرفون شنو من الى؟ يعني الجهاز مو متساوي من الخلف، يعني تحطه على الطاوله يتحرك. يعني ليش من إله؟ يعني خلصنا من سوني اللي طالع له كرش بالخلف، يعني ليش من إله؟ ليش من زين بطاريتك؟ بطاريتك 3.5، أجهزة 4000 مو من إله. نأتي للسعر، 950 دولار. إذا كان في أحد من مدراء اتش تي سي قرب قرب قرب. جوجل بيكسل 2XL مكتوب عليه جوجل، مدعوم من جوجل في أول يوم. جوجل دفعت أكثر من مليون دولار فقط إيفنت، اكثر من مليون. اي مليون جوجل هذه؟ انت اتش تي سي، اذا جوجل استعانت الفريق من عندك ما يعني انك جوجل، انت اتش تي سي. اصحى، المراهنة على عشاق المنتج انتهى الزمن هذا. ترى اليوم زمن المصالح، قدم لي شيء ممتاز اشتري. اوكي نحب اتش تي سي وقديمة ونعرف اتش تي سي قبل لا نص موظفينكم يكونوا موجودين، انا وغيري، انا عندي جمهور متابع صار لاتش تي سي اكثر من 10 سنوات، يعرف اتش تي سي اكثر منكم، ولا تسمعون منه كلمه واحده ما تسمعون منه. رحتوا اتجهتوا ل 950 دولار على جهاز عادي. يا جماعه انتم ماخذين مقلب جهازكم، ترى جهازكم عادي. اوكي نحترم تاريخ اتش تي سي، نحترم بعض النقاط، بس الجهاز عادي. اي شركه صينيه تقدر تقدم المواصفات هذه، والسوفت وير مالك قديم. اي واحد يستخدم اتش تي سي يقول قديم. ليش ابي يعني؟ مو كافي اللي انطردوا؟ مو كافي يعني وضعكم سيء وخسارة رأس المال يعني مو كافي هذا الأمر؟ ما هزكم، ما غير شيء؟ لا تستهبل على الجمهور، الجمهور يقرأ والجمهور يطلب أونلاين. زمنك انتهى، زمن الحفاظ على العلامة التجارية انتهى انتهى. انك تقدم منتج ب 950 دولار سماكة 9.7 الى بطارية 3.5 والمنافسة شرسة بالسوق، لا تتوقع كثير من المبيعات. مدير بإتش تي سي ما خلص، قرب قرب آخر كلمة، قرب اشتري ون بلس على حسابي، راسلني اشتري ون بلس اقل نسخه على حسابي، انا راح ادفع لك قيمتها تمام. وشوف الجهاز شوفه، والله يصفق جهازك تصفيق، يصفط الشركه كامله، تاريخكم باللي فيه يصفق. واحد صيني صار له 4 سنوات بالسوق، 5 سنوات بالسوق، حرام عليكم.
واحذر تقول لي احنا اتش تي سي. احذر احذر، شوف مبيعاتك، شوف خسائرك كم سنة. لو انت اتش تي سي وانت محترم ما تشوف خسائرك من رأس المال. احذر تقول لي احنا اتش تي سي، احذر حذر شديد. واذا شفتك او شفت اي واحد باي ايفنت وقال لي احنا اتش تي سي، ما يلمن لنفسه، ماذا يقولك راح يسوي؟ المنتج جيد، لن ينافس، في كثير من علامات الاستفهام على السماكة، على الوزن، على السعر، ما بررتوها، والمنافسة أشرس من تواجد جهاز بهالقيمة. أنا ما أقدر أقولك والله سعركم زين، والله سماكة الجهاز زينة، والله وزنه زين، والله أنتوا قدمتوا شيء زين. ما أقدر أقولك، أنتوا قدمتوا شيء عادي اللي راح يرفعكم اسم العلامة التجارية ومطوريكم عند جوجل. الجهاز ما قدم ميزة ثقيلة تشيله بالنسبة لهذا السعر الغبي. نزله بسعر أقل منافس راح يبيع. قدامك ون بلس، قدامك شاومي، قدامك هواوي، المنافسة أشرس من تواجدك اليوم. ادرس السوق، ادرس. شنو هالكلام الفاضي؟ لا تحط راسك براس جوجل، هذه جوجل. أنا والله لو أتكلم ما خلص، ما خلص. تاريخ، تاريخ. أنا أذكر واحد قال لي أنا اتش تي سي، قلت له كم صار لك سنة اتش تي سي؟ كان صار له 4 سنين. قلت له أنا فاتح البوتلودر بأجهزتكم قبل 10 سنين. أنت صار لك 4 سنين موظف. يعني احترمونا يا أخي، جمهور قديم شاري أجهزتكم من زمان، ننتظر جديدكم من زمان، احترمونا. هو هالجهاز سنة كاملة جهاز واحد، واحد ما أخلصتوا فيه، واحد 4000 وسوبر أملط نزله وقلل سماكته، الكل اللي رحب فيه وصفقوا لك الليل والنهار. أما الهبر هذا ب 900 وخمس، يا قبر شرهتك، يا قبر شرهتك. لا والشركة رايحة حق دي اكس او مارك عشان يقيم الكاميرا، الكاميرا مالتنا حاصلة على 103% عند دي اكس او مارك اللي أنتوا أول من دفع له بجهاز اتش تي سي 10. أنتوا أصلا خربتوا الموقع. الموقع كان مهني لما اتش تي سي 10 حطوا بالإيفنت تبعهم دي اكس او مارك قبل إطلاق الهاتف، عرفنا انه مدفوع فلوس وجربناه على ارض الواقع، الرقم اللي حصل عليه ما يستاهله وانتو خربتوه، فانك تستشهد بنفس الموقع اللي اندفعته فلوس من كم سنة. يا جماعة فاصل، والله تعبت. يعني الحين هذا بنك، دقمة الباور قدامي، ضغط مطول على دقمة الباور يطفي، شلون يعني وين سكيورتي بالموضوع؟ مساكم الله بالخير من جديد، العودة الأخيرة. بس دقيقة بس خلنا نضبط موضة 2018 ثواني بس. أيوة الحين صرنا 2018، ننتقل لبعده. الحين أنا كنت رايح أحط إيداع لبنك بالكويت، تعرفونه طبعا. لما تحط إيداع يقولك ما عندي إلا الماكينة الفلانية تحط فيها إيداع، انتظر فيها تقريبا، أنا انتظرت 20 دقيقة. بعدين يرد عليك واحد مبتسم ويقول لك شلون اقدر اساعدك؟ تقول له انا عندي شيك بحطه ايداع. يقول لك طيب حط الشيك من فوق تحطه. يقول لك اعتذر منك الشيك محطوط خطا. تقول لي يعني شلون احطه؟ يقول لك حط الشيك من فوق وخلي الارقام يمين. يقول طيب كنت تقدر تقول لي من البدايه ان الارقام يمين. اوكي حطيته من فوق ارقام يمين. يقول لك الشيك تم قبوله، لو سمحت عطني 5 دقائق ابتسامه مصطنعه. عطني 5 دقائق، روح 5 دقائق ويرجع يبتسمك ابتسامه مصطنعه مره ثانيه ويقول لك الشيك مالك مو مقبول. يقول لك اعتذر منك الشيك مو مقبول، تقدر تروح واحد من افرعنا علشان يسحب لك الشيك هذا اللي هم يداومون 4 ساعات تقريبا يعني ماشي عشان رمضان. تقول له طيب انت تداومون 4 ساعات وما ينصرف الشيك اللي من خلالك، ليش انت موجود؟ اقدر اخدمك خدمه ثانيه؟ انت ما خدمتني الخدمه الاولى عشان تخدمني خدمه ثانيه. عنده فرع بالمطار، فرع ابو تليفون، هذا ما يسوي شيء، ما يسوي شيء الفرع هذا، ما في موظفين ولا يستقبل كاش ولا يستقبل شيك. هو موجود، هو في فرع المطار يشتغل 24 ساعة طافي، يعني كأنه ATM بقرب فرع، بقرب سوبر ماركت. طيب طيب دق على بيت تمويل كويتي، سلام عليكم السلام، عندي شيك من الفرع من البنك أبو تليفون. قال لي أقرب ATM في إيداع حط الشيك فيه، سلام عليكم. قلت له بس؟ قال لي بس. قلت والله أنا متعب نفسي ورايح منتظر نص ساعة وأقدر أخدمك، وآخر شيء الشيك تأخذه تحط عليه اسمك تحطه ببيت تمويل، جزاهم الله خير. بيت تمويل والله مو زين، والله بيت تمويل زينين، ولا ابو تليفون هذا والله. في خدمات الاونلاين بيت تمويل متفوق، في خدمات ال 24 ساعه بيت تمويل متفوق، في خدمات الاي تي ام بيت تمويل متفوق، في خدمات الايداع كاش تشيكات، تشيكات من بنوك اخرى بيت تمويل متفوق، في خدمات السفر، انا سافر الصين بيت تمويل يشتغل البنوك الاخرى ما تشتغل. رحت الصين عندي بريبايد فيزا وماستر كارد بيت تمويل شغالين ممتازين، اشتريت فيهم حطيت قيمه اعلى وقيمه اقل اشتغل. البنك ابو تليفون ما اشتغلت فيزته، لا والفيزا مالت ابو تليفون فيزا عاديه يعني ليتها بريبايد عشان ما تشتغل، مالت تمويل بريبايد اشتغلت. التمويل اي تي ام شغال بالخارج، الكينت شغال بالخارج،
الدفع شغال في الخارج، الفيزا مالتهم محترمه، فيها سكيور اعلى، الاونلاين مالهم سكيوره اعلى. والله خدمات الاونلاين عند البنك ابو تليفون زينه، عند البنك ابو تليفون مو زينه. انا رجال تك واقول لك ان بيت تمويل قوي جدا بالاونلاين. عندي اثنين مدراء راح يستانسون بيت تمويل متابعين هنا. اسمع التالي، عندكم فرعين يعني بالخاص اعطيك اياهم انا، لازم تدش معك مساحه، مساحه كبيره، وتمسح كثير من الاوجه، تمسحها من الفرع. معامله سيئه جدا، لازم ينمسحون هذين من تاريخكم. بيت تمويل زين، البنك ابو سماعه مو زين حسب تجربتي، لا يناسب اسلوب حياتي. البنك ابو سماعه ما في 24 ساعه، ما يستقبل شيكات، دائما ضعيف الخدمه فيه، الاونلاين ماله ضعيف، لا يناسب اسلوب حياتي. باذن الله راح اوقف شغلي واعتمد على بيت تمويل مره ثانيه. نتمنى بس تحسنون اسلوبكم مع الناس، الرد على المكالمه تحسنون اسلوبكم، الافرع تحسنون اسلوبكم، وتزيدون عدد الموظفين او تزيدون السرعه، يعني بطيئه في اجراءاتكم. اتمنى. ختاما، البنك ابو سماعه ازعل، مدير اتش تي سي او اي مدير في شغل اوسط او اي مدير عربي تابع وصلت الرساله هذه ازعل، انا اتمنى من امنياتي اليوم انك تزعل. تمام؟ بيت تمويل زينين، حسنوا معاملتكم شوي مع الناس وسرعوا اجراءات، ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.